لك شو بابا ماما ما عم تطلع من الغرفة؟ ولا عم تحكي مع حدا؟ كل هاد لأنه قلتي لها موافقة على بسام؟ هي مطايقته أساسا. شو بدك أنت بهي القصة؟ قوم أعطيني سمع لك، عندك امتحانات طول الوقت قاعد عم تلعب. سمعيلي؟ ليش؟ ليش؟ لأنه في عندك دراسة، لازم تجمع منيح السنة بكالوريا. إيه وشو يعني؟ قد ما درست ما رح حصل شيء. على كل الأحوال رح فوت جامعة خاصة. يعني كم مرة صرنا حاكيين بهي الشغلة؟ وشو هي الجامعة الخاصة اللي قررت إنك تفوتها؟ إدارة أعمال. وكيف بدك تنجح إذا أساساً ما عم تدرس؟ لسه في وقت كتير للامتحان، هلا بعدين لتعملي مثل أمك؟ ما بكفيني قلتني من المدرسة اللي كنت فيها وزتتني بمدرسة عامة؟ قال أحسن. على القليلة ما عم تبيع فيها حشيش. وين شردت؟ قوم خلصني جيب كتاب الفلسفة. فكرت رح يصير عندي رفقات إذا عملت مثل ما بده. فكرت إنه في حدا رح يهتم فيني. وصير من هدول اللي بيهتموا حواليهم العالم. ما حدا رح يهتم فيك بحياتهم. حط براسك هي الشغلة. قوم جيب لي كتاب الفلسفة حاجة تعلل لي قلبي. أنت اهتم بحالك وبيكون نعمة.